كورة على السريع. رسمياً الفرعون المصري محمد صلاح يصبح أكثر لاعب أفريقي مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي ب 160 مساهمة. ومحمد صلاح يصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف هذا الموسم. وصلاح هو أكثر لاعب ساهم بالأهداف في الدوريات الكبرى هذا الموسم وساهم ب 29 هدف. وصلاح أصبح في المركز التاسع في قائمة هدافين ليفربول عبر التاريخ بعد تسجيله ل 152 هدف مع نادي ليفربول. ومحمد صلاح يصبح أول لاعب في تاريخ لعبة الفانتسي يحقق 100 نقطة أو أكثر في 5 مواسم متتالية، حتى في لعبة سجل رقم تاريخي. نعم، هو الملك المصري اللاعب الاستثنائي محمد صلاح. ملخص ذهاب مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا. نعم يا جماعة الخير، المباراة كانت مملة. ليش مملة؟ أي مباراة لأتلتيكو مدريد في أرضه في ملعب المتروبوليتانو دائما تكون مملة للأسف. بس أتلتيكو مدريد كان الأفضل اليوم، كان الأفضل وكان الأحق بالفوز. أتلتيكو مدريد من بداية المباراة سجل هدف عن طريق جواو فيليكس، كانت رأسية نارية في شباك ديخيا. الأتلتي استحوذ على المباراة، كان الأفضل صراحة. اليونايتد كان سيء، المنظومة كاملة، المنظومة كاملة، ما بقول لك هذا أفضل، لا، كل المنظومة اليوم كلها سيئة. الدفاع سيء، والخط والوسط سيء، وخط الهجوم سيء، كلهم سيئين. والله اليوم مانشستر يونايتد أقسم بالله كان يقرف صراحة كذا بمعنى الكلمة، مع الحشمة للجميع يعني، لأنه ما عجبني مستوى مانشستر يونايتد اليوم. فجاء هدف مانشستر يونايتد بالصدفة، أنا شفته بالصدفة صراحة، خطأ من دفاع الأتلتي، مرت لإلانجا، إلانجا واجه أوبلاك أمامه، وأوبلاك في سوء تمركز يا جماعة الخير، أوبلاك ما أدري وينه والمرمى وينه. والمشكلة أنه إلانجا كمان حتى تزيد، إلانجا كانت خفيفة جدا، ضعيفة جدا، ومرت هدف، كيف ما أدري مرت هدف. المهم تعادل مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد في الذهاب في أرض أتلتيكو مدريد، وهذه تعادل إيجابي ونقطة إيجابية لنادي مانشستر يونايتد لأنه سيء في خارج الديار، فمنشوفه في العودة في ملعب الأولد ترافورد. الله عليك تشافي، الله عليك تشافي، هذا هيبة برشلونة، هذا قيمة برشلونة، هذا برشلونة اللي نعرفه، هذا برشلونة اللي نعرفه. اشتقنا للأيام الجميلة. نعم برشلونة انتصر في مباراة اليوم ضد نابولي بنتيجة 4-2 في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في أرض نابولي. والله أمتعنا اليوم. تتكلم عن هدف ديونج الجميل، ولا هدف أوباميانغ الأسطوري، ولا عن أداما تراوري صناعته لهدفين، ولا عن الفريق اللي صرنا نشوف الفريق دفاع يسجل، خط وسط يسجل، هجوم يسجل، الفريق صار يلعب بروح، الفريق تغير بعد الانتقالات الشتوية. هيبة خلاص برشلونة، هيبة. 3 مباريات انتصر بنتيجة 4، برشلونة اللي يعاني، والله برشلونة يستاهل مكان أقوى. فكل التوفيق لبرشلونة، والقادم أجمل، والقادم أجمل، أمتعتونا.